بسم الله الرحمن الرحيم. This is the third lecture in the embryology, which include the menstrual and the ovarian cycle. As we said that each normal female have two cycles, the ovarian cycle, which prepare the mature gravid follicle to give the oocyte for the fertilization and formation of the embryo. The other cycle is the menstrual cycle, which is preparing the endometrium. The endometrium to lab batant rahm for the implantation if there is fertilization. So at the time of the puberty, the female undergo regular monthly cycle. This is called the menstrual cycle. And in the ovary, there is the ovarian cycle, which is preparing the endometrium, preparing the reproductive system for the pregnancy. And the ovarian cycle give the oocyte for the fertilization. The cycle are controlled by the hormones secreted from the hypothalamus. Menstrual and ovarian cycle. We must give an idea about the histology of the uterus. So, طلاب, لازم نعرف إنه اليوترس هو 3 layers, الطبقة الداخلية الميكوزا والطبقة الوسطى الميومتريوم والطبقة الخارجية هي البريمتريوم أو اللي هي البريتون المغلف لليوترس. عندنا بالنسبة للأوفري هو عبارة عن إبيثيليوم وكورتكس وميدولا. فبالنسبة للهيستولوجي مال اليوترس نشوف إنه اليوترس يكون لنا من طبقة, الطبقة الداخلية هي عبارة عن الميكوزا والطبقة الوسطى اللي هي الميومتريوم والطبقة الخارجية هي عبارة عن البريمتريوم أو البريتون. بالنسبة للبطانة الرحم أو الميكوزا هي عبارة عن إبيثيليوم, هو سيمبل كولومنر إبيثيليوم, واللامينا بروبيا جوات الإبيثيليوم هي فد منطقة كونكتيف تيشو تحتوينا على فد جلاند نسميها إندومتريا جلاند. كل شوافها عكب الطلاب الجلاند هوني اللي تكون تورتشوس بمرحلة السكريتوري فيس. نشوف إنه هذه الجلاند تتغير شكلها بتغيرات المنسوال سايكل. نشوف طلاب انه هوني كلش واضح عندنا عملية الاوفيوليشن وبعد الاوفيوليشن وجود الماتور جرافيا فوليكل وحصول الاوفيوليشن. بعد الاوفيوليشن راح يكون جسم عندنا نسمينه كوربس لوتيام من بقايا الماتور جرافيا فوليكل. طبعا طلاب عندنا بالنسبة للأوفري, الأوفري راح يكون بينه كلش واضح الإبيثيليوم هو عبارة عن سمبل كيوبويدال إبيثيليوم, وعندنا بالنسبة للكورتكس اللي تحتوينا على كونكتيف تيشو ويحتوينا على different stages of the maturation of the gravian follicle, البريمورديال والبرايمري والسكندري والتيرشري والماتور جرافيان فوليكل اللي حكيتكم عليها. وبعد الماتور جرافيان فوليكل قلنا راح يصير اوفيوليشن, الاوسايت تطلع مع حواليها الى داخل الامبولا اوفاليا التيوب, بينما بقيه الستركتشر اللي هو الجراني روزاسيال وثيكا انترنا راح تكون في الستركتشر يسمينه كوربس لوتيام, واللي هذا الكوربس لوتيام يفرز لنا البروجستيرون هرمون من الجرانيولوزا لوتيسيال, والثيكا انترناسيال صار ثيكا لوتيسيال اللي تفرز لنا الاستروجين واللي هو ايضا يساعد البروجستيرون فور ذا بريبيرينج اوف ذا اندوميتريوم. اذا كل التغيرات اللي تصير بالمنسوال سايكل تصير طلاب بطبقه الاندوميتريوم, ما لها علاقه لا الميومتريوم ولا البريمتريوم. عندنا بالنسبه للهرمون الكنترول الهايبوثالاموس يفرز لنا الجونادوتروفين ريليزينج هرمون او ريليزينج فاكتور اللي اثر على البيتيوتري جلاند وتخليها تفرز لنا الانتيريا لوب اوف ذا بيتيوتري جلاند, تعطينا فوليكيولار ستيمليت هرمون اللي هي راح يؤدينا الى الجروث اوف ذا اوفريان فوليكل. بعدين من تبدي تكبر الاوفريان فوليكل راح تعطينا الاستروجين اللي يبدي ياثر على الاندوميتريوم ويدخله في الفيس السمينو بروليفريتيف فيس. بعد ما يصير الفاينل ماتوريشن اوف ذا اوفريان فوليكل اللي مسؤول عليه انه لوتينايزنج هرمون, يعني لوتينايزنج هرمون مسؤول عن الفاينل ماتوريشن اوف ذا اوفريان فوليكل وعن الاوفيوليشن, راح بعد الاوفيوليشن يصير ربشر بالجرافيا فوليكل, خروج الاوسايت مع الحواليه, بينما بقيه الستركشر راح نسمينه كوربس لوتيوم. اذا بالنسبه للبيتيوتري جلاند تعطينا فوليكيولار ستيبليتي هرمون ولوتينايزنج هرمون, وهذا راح ياثر لنا على الاوفري ويؤدينا الى افراز الاستروجين والبروجستيرون. طبعا اكو فيدباك ميكانيزم من الاستروجين والبروجستيرون راح يزيدوا راح يعملون ف
فيدباك نيجاتيف ميكانيزم على الهايبوثالاميك جونادوتروفي ريليزنج فاكتور، وهي راح تقلل لنا الفوليكيولار ستيميتنج هرمون والليبيدينازيك هرمون. قلنا انه كل فيميل عنده اوفريان سايكل اللي تحضر لنا الماجور جرافيا فوليكل وتعطينا الاو او سايت اللي راح تكون امبورتنت ك فيوتشر امبريو. بالنسبه للمنسترال سايكل هي عباره عن فاريبل من ايتش فيميل الى تو اذر، بس it is an average mandate 28 days. It is divided into three phases during which the ovarian cycle is also in operation. يعني يشتغلون سوا، واحدة تحضر ال OOCyte واللي تحضر الإندوماتريوم for the implantation. شوفوا طلاب هون كلش واضح إنه الاستروجين يبدأ يفرز من الأوفاريان من الأوفاريان فوليكل، وهذا الاستروجين راح يدخل الاندوماتريوم الى فيس سيبينو بروليفيريتيف فيس. البروليفيريتيف فيس هذا راح يسيبينو ريبيلدينج اوف ذا ستراتا فانكشناليس اللي هي طبقتين كومباكت لاير وسبونجي لاير، تبدي تتكون وتصير الجلاند السيتريت جلاند والاندوماتريوم يكون ما ثيكنس مالته ما كثير، الى ان تبدي الفولكل سي ماتشور وتطلع الاوسايت بعمليه الاوفيوليشن. بقيه الستراكشر اللي هي الجرانيولوزا سيل، هسه راح نسميها جرانيولوزا لوتيسيل، وثيكا انترنا نسميها ثيكا لوتيسيل. الجرانيولوزا تعطينا البروجستيرون، وثيكا انترنا راح تعطينا الاستروجين. هذول التو هرمونين راح يدخلونا الاندوماتريوم اوف ذا يوتراس على فد فيس السلمينو بالسكريتوري فيس اللي هو الزاد التورتشوستي اوف ذا جلاند، والكومباكت والسبونجوزا لاير راح تكون لنا كلش الثيكنس مالتهم يزيد، وتصير الكونكتيف تيشو اوف ذا ستراتا فانكشناليس مور اوديماتس مور اوديماتس مور فلويد مور فاسكولارتي. والجلاند راح تحتوينا على سكريشن نسميها الجلايكوبروتين سكريشن اللي هو امبورتد فور ذا نيوتريشن اوف ذا اوسايت وبعدين فور ذا ديفلوبينج امبريو. شوفوا الطلاب هون كلش واضح انه الكوربس بوتيام بعد ما تكون راح يبدي يفرز لنا البروجستيرون من الجرانيولوزا لوتين سيل والاستروجين، وهذول راح يدخلون الاندوماتريوم الى فد فيس نسمينه سكريتوري فيس. اذا صار بريجنسي طلاب راح يتكون لنا التروفوبلاست، يتكون الامبريو والامبريو يحتوينا على تروفوبلاست واللي تفرز لنا الهيومن جونادوتروفين، هذه تشتغل من اللوتينايزنج هرمون فراح تعمل بروتكشن للكوربس لوتيوم وتبقينه الى ان الى الاند اوف ذا فورث مانث الى الاند اوف ذا فورث مانث اوف ذا بريجنسي. هذا الكوربس لوتيوم مهم بالبروجستيرون لانه البروجستيرون راح يكون مهم تو سبورت ذا ميوكوزا اللي هي اندوماتريوم حتى يبقي الامبريو. وايضا كلش مهم البروجستيرون انه يعمل ستيميليشن للاندوماتريال جلاند انه تفرز لنا السكريشن، وهذا السكريشن ايضا امبورتنت للنيوتريشن. بالاضافه الى هذا البروجستيرون اللي طلعنا من الجرانيولوزا لوتيسيال ايضا مهم حتى يمنع الكونتراكشن اوف ذا سموث مسل اوف ذا يوترس، وهذه ايضا امبورتنت تو بريفنت ذا ابورشن. فاذا قلنا طلاب انه اذا صارت بريجنسي راح ايش راح يكون؟ راح يكون يكون الامبريو، والامبريو بينو التروفوبلاسيل راح تعطينا هذه البروجستيرون وتبقي الكوربس لوتيوم الى الاند اوف ذا فورث مانث بعد تحل محل التروفوبلاسيل اوف ذا بلاسينتا المشيمه اللي تعطينا للنيوتريشن. اما اذا ما صار امبريو طلاب فبهالحاله ايش راح يصير؟ انه الكوربس لوتيوم راح يقل منه الاستروجين بروجستيرون لانه هون ما تكونت لنا التروفوبلاست، ولانه ايضا راح يصير انهبيشن وما كل لوتينايزنج هرمون فيقل افراز الاستروجين بروجستيرون من الجرانيولوزا لوتيسيال والثيكا لوتيسيال. وهون لحد هالمومنت راح يصير الكوربس لوتيام بينو ديجنريشن ويصير فاكيوليشن بالخلايا مال الجرانيولوزا لوتيسيال والثيكا لوتيسيال ويصير degeneration وتنزل على female another menstrual phase of the cycle اللي هو indication that there is no pregnancy. فراح يصير عندنا shedding بالstrata functionalis اللي هي تتكون من الكومباكتة والسبونجيوزة، راح كلها تنزل بالmenstrual blood لمدة 5 أيام. وبعد هالفترة إذا تبدي السايكل repeat itself انه تصير لنا proliferative phase اللي هو من يوم 6 بالسايكل الى يوم 13، وبعدين يوم 14 راح يصير عندنا الovulation، ومن يوم 15 راح تبدي لنا ال secretory phase of the endometrium تتكمل. واذا صار pregnancy راح ايضا يبقى الكوربس لوتيام to the end of the 4 months. شوفوا طلاب
شوفوا طلاب هوني راح يكون عندنا ماتوريشن اوف ذا فوليكل مثل ما قلنا، والفوليكل بالبدايه راح تبدي تفرز لنا الاستروجين اللي ياثر لنا على الاندوميتريوم بطانه الرحم، هذه تخلي الجلاند سي ستريت جلاند والثيكنس اوف ذا اندوميتريوم يكون ثين. بعدها الى ان سي ماتور الجرافيا فوليكل، هوني الاوسايت راح تطلع مع حواليها بعمليه الاوفيليشن تحت تاثير اللوتينايز هرمون، تبقى بقيه الستركتشر اللي هو مال ماتور جرافيا فوليكل الجرانيولوزا سيل سميناها هسه جرانيولوزا لوتين سيل تفرز لنا البروجستيرون، والثيكا انترناسيل راح نسميها ثيكا لوتين سيل تفرز لنا الاستروجين، مينلي البروجستيرون راح يطلع لنا من الكوربس لوتيوم هذا، والبروجستيرون راح يبدي ياثر لنا على الاندوميتريوم ويدخلها في فيس السمينو سكريتوري فيس. السكريتوري فيس طلاب هذا يبتدينا من يوم 14 الى يوم الى ان تجي الميسز اللخ الى يوم 28 دايز. نشوف هوني راح تبتدي لنا الجروث اوف دي الجروث اوف دي اندوميتريال جلاند سيكريشن يزيد، الفاسكولاريتي تزيد، اف ذير از فيرتيلايزيشن راح نشوف انه الامبريوم من يتكون راح التروفوبلاست سيل تعطينا مور بروجستيرون، وهوني راح يكون هذا طبعا الهيوماكوريون جلاندوتروفين هالهرمون اللي يطلع لنا من التروفوبلاست سيل هو هذا البيزك اللي نعمل بينه البريجنانسي تيست. يعني نحن لما تصيب بريجنانت البيشن نعمل له بريجنانسي تيست من يكون الهيوماكوريون جلاندوتروفين طلع من الديفلوبينج امبريو راح يطلع عنده بوزيتيف، وهذا الهيوماكوريون جلاندوتروفين هو اللي يعمل بروتكشن ويبقي كوربس لوتيوم ويبقي افراز البروجستيرون من الكوربس لوتيوم اللي هو امبورتنت فور مينتينينج ذا بريجنانسي. Thank you, طلاب.